if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. السلام عليكم، معكم كوري. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثير الاهتمام، فإذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. خلوني قبل ما أبدأ قصتنا اليوم أتكلم لكم عن فرص الاستثمار والربح عن طريق الإنترنت. إذا كنت تبحث عن مواقع عربية متخصصة بتداول الأموال أو الاستثمار عن طريق الإنترنت، فأنا جايب لكم أفضل موقع متخصص بهذا الأمر اللي هو Q8 Trade. أتوقع في ناس واجد منكم سامعين فيه. الموقع راح يعلمك شلون تستثمر عن طريق الإنترنت من خلال منصة سريعة. طبعًا قبل ما أدخل لكم بتفاصيل Q8 Trade، أحب أنوه إن رابط موقع Q8 Trade موجود تحت بالديسكريبشن. بتسألوني تقولون شو اللي يميز هذه المنصة عن المنصات الأخرى اللي موجودة بالإنترنت؟ اللي لفت انتباهي بهذه المنصة انها منصة تسمى MT4 او منصة ميتا تريدر 4. الناس المتخصصين بهذه الامور يعرفون شنو اقصد، والناس اللي ما تعرف شنو ميتا 4 او ميتا تريدر 4، هذه هي منصة سريعة تقدر تستفيد منها خاصة في وجود الاخبار والاحداث الكبيرة. فبما انها منصة سريعة فهذا افضل وقت بانك تستفيد وتفتح صفقاتك. وميزة المنصة السريعة بانك تقدر تدبل الفلوس اللي عندك بوقت اسرع. وهم علشان الثقة، في ناس يقولون ما نقدر نحط فلوسنا بمواقع اجنبية لان ما في بيننا وبينها ثقة. فموقع Q8 تريد هو موقع عربي، وممكن تكون في مواقع ثانيه حق تداول الاموال عربيه، بس مستحيل تكون بمميزات Q8 تريد اللي تتميز بالدعم الاحترافي، وهم عندها افضل مديرين للحسابات في الوطن العربي، وغير هذا حاصلين على جائزه افضل منصه عربيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذا غير انها تتميز بسهوله الايداع والسحب، وتقدر تتداول عليها بخمس عملات: الدينار الكويتي، الريال السعودي، الجنيه الاسترليني، والدولار واليورو. والايداع بيتم بطريقه التحويل البنكي او الشحن عن طريق البنك او بالكريدت كارد، فانت تقدر تسوي حساب باي مبلغ. ولكن اذا عندك حساب حطيت فيه $1000 او اعلى راح تاخذ ميزه اضافيه، واللي هي ميزه انه يعاملونك معامله الفي اي بي ويعطونك مدير على حسابك يكون شخص بس لك انت بروحك، وهالمدير راح يتصل عليك يوميا، راح يعلمك شلون تستخدم منصه او شلون تستخدم التداول. فانت اذا كنت جديد على هالمجال راح تفيدك حيل مميزات المدير الشخصي، ولو تركز مع المدير الشخصي راح تلاحظ انك قاعد تحقق نتائج حيل ايجابيه. طبعا هالمدير الشخصي راح يوصلك لمرحله الاستغلاليه، انك خلاص راح تستغل منه وراح تشتغل انت على نفسك بعد ما يكون يعلمك كل شيء، وهني تقدر تتخذ قراراتك بنفسك شلون تتداول الاموال وبطريقه صحيحه ونتائجها ايجابيه. الحين خلونا مع بعض اشرح لكم مثال عملي عن فرصه استثمار الذهب، لان تقدر تستثمر اي شيء ثاني غير الفلوس. ممكن تدخل بصفقه ذهب مثل اللي الحين بسويها معاكم. الحين راح نختار سوق السلع ونختار بعدها ذهب. الرسم البياني اللي قدامنا قاعد يوضح التغيير لسعر الذهب في خلال 5 دقائق، او نختار ساعه واحده. بعدها نضغط على حجم الصفقه. طبعا انا عندي رصيد متاح $18,000 تقريبا، وحطيت حجم الصفقه 5 لوت. بعدها اخر شيء نطق على تنفيذ امر بيع. الحين خلاص تم فتح الصفقة بنجاح. حاليا اقدر اراقب الصفقة وهي مفتوحة، وتقدر تطالع الى ان تربح. الصفقة المفتوحة تلقاها موجودة على اليسار، والنتيجة من الصفقة تلقونها على اليمين، وهم بعد تلقون تحت موجود التغيير الايجابي او السلبي للصفقة مثل ما قاعد تشوفون الحين. الى الان مثل ما قاعد تشوفون انا ما كسبت شيء من الصفقة لان يبي لها شوية وقت. طالع معي الحين لو تلاحظون اللون الاخضر يعني بديت احقق مكسب، ممكن اني استمر بالصفقة او انهيها باي وقت انا ابي. وهم بعد ممكن اني اخذ الربح لما يوصل حق السعر اللي انا محدده او اي رقم معين، فراح يغلق الصفقة اوتوماتيكيا عند الرقم المعين اللي حطيته. وهم بعد تقدر تحط اخذ الربح بتحديد النقاط او تحديد السعر، هم الثنتين نفس الشيء. انا الحين اكتفي بهذا الربح وخلاص راح اسوي اغلاق، وبالفعل بهالصفقه هذه كسبت حوالي تقريبا 650 في 3 دقائق. فاللي مهتم بهالامور تلقون روابط كويت تريد موجوده تحت بالديسكربشن، تقدر تدخل وتسوي لك حساب وتبدا بالشغل. اما الحين خلونا نبدا بمقطعنا اليوم. طبعا هذا المقطع هو الجزء الثالث لسلسله مشاهير باعوا روحهم للشيطان، او بشكل اصح هو المشاهير اللي انضموا للماسونيه. فاذا ما كنت تعرف في جزء اول وفي جزء ثاني لهالسلسله، تقدر بعد ما تخلص المقطع هذا تدخل على علامه التعجب الموجوده هني او هني وتحصلون الجزء الاول والجزء الثاني. تطول قائمه المشاهير اللي تورطوا بعقدهم مع الماسونيه، منهم اللي كمل معاهم ومنهم اللي رفض او بشكل اصح قرر ينسحب منهم بعد ما تعاقد معاهم، وطبعا دفع الثمن غالي لانه مو بهالسهوله انك تدخل مع الماسونيه وتطلع منهم بحكم انها منظمه سريه بس مفضوحه. ولكم ان تتخيل لو انهم يدفعون الثمن مقابل ارواحهم او ارواح اللي يحبونهم سواء من الاصدقاء او من الاهل، بالذات اذا حاول احد المشاهير اللي منضم للماسونيه انه يشوه سمعه الماسونيه او يتكلم عنهم باي شيء سيء، يعني يفضحهم او يفضح خططهم. وهذا بالضبط اللي صار مع اول فنان اللي بنتكلم عنه اليوم. الفنان هذا هو جيم كاري. جيم كاري هو ممثل كندي بدأ مشواره الفني بالثمانينات كممثل كوميدي، وحاز على اعجاب الكثير من الناس، واتوقع اكثركم يعرف فيلم ذا ماسك اللي صدر سنه 1994. طبعا كان بطوله جيم كاري واكتسح العالم بهذاك الوقت وحصل على جائزه افضل ممثل كوميدي، وهم بعد جائزه افضل فيلم كوميدي. اشتهر جيم كاري بحس الفكاهه وشخصيته المضحكه، وحتى بمقابلاته الرسميه ما كان يتخلى عن الضحك والمزح، وممكن يكون هذا السبب اللي خلاه ينجح بمجاله لانه هو اساسا شخصيته كذي، شخصيته بالحياه طبيعيه. لكن السؤال الاهم، شلون تحولت
حياة جيم كاري من كوميديا إلى تراجيديا أو دراما. خلونا نرجع بالسنين إلى سنة 2014 لما طلع جيم كاري بأحد برامج التوك شو، واللي كان يقدم هالبرنامج هذا هو جيمي كيمل. طبعا برنامج جيمي كيمل هو من أشهر برامج التوك شو بأمريكا، وطبعا كالعادة جيم كاري طلع بشخصيته المضحكة وشخصيته الطبيعية، لكن هالمرة كان حيل واضح عليه السخرية من الماسونية بشكل علني وصريح. مثل ما شفت بالمقطع السابق، كان جيم كاري يسخر من الماسونية ومن رموز الماسونية والأشهر اللي هو رمز المثلث، ويلمح أن الماسونية تتجسس عليه عن طريق تلفونه، وهم بعد صرح أنهم يحاولون يتحكمون بالإعلام والممثلين بعد، وهالشيء هذا هو يرفضه. طبعا هالمقابلة هذه سببت ضجة كبيرة في كل وسائل الإعلام والكل قام يتكلم عنها. وبعدها بمدة قصيرة قام جيم كاري على اتصال هاتفي واللي هو خبر وفاة صديقته كاثرين وايت، وكان سبب وفاتها هو أنها منتحرة بجرعة زايدة من المخدرات. بعدها اختفى جيم كاري عن الأنظار بسبب أنه ورطوا بهالقضية هذه واتهموا بأنه هو السبب وراء موت كاثرين. وطبعا ما ننسى محاولات تشويه سمعته اللي تعرض لها خلال هالفترة. المهم بعد 5 سنوات من اختفائه رجع مرة ثانية للساحة الفنية، ولكن بشكل ثاني مختلف تماما عن شخصيته اللي قبل وعن أدواره اللي قبل، حتى لدرجة أن الكثير من المعجبين فيه كانوا يتداولون جملة شهيرة اللي هي جيم لم يعد جيم، يعني بشكل أوضح أن جيم ما عاد هو جيم اللي نعرفه. وطلع لهم بلحية طويلة وصرح في إحدى مقابلاته أنه تعرض للاكتئاب لفترة طويلة وكان ياخذ أدوية بسبب هذا الشيء. وهم بعد تغيرت أدواره بالتمثيل، صار يقدم أدوار جادة يوصفها معجبين بأنها مملة، وهم بعد ما صارت أفلامه بهذاك المستوى القديم. وطبعا أنتوا تعرفوا من وراء هذا كله، وراء هذا التغيير بحكم أن الماسونية هي المتحكمة بهوليوود وما حد يقدر ينكر هذا الشيء، قرروا أنهم ينتقمون منه وبطريقتهم الخاصة. وفي إيفنت طلع فيه جيم وكانت تسأل المذيعة عن انطباعه، لكن جيم كاري كان يتكلم بطريقة غريبة ويقول أنا ما أهتم لأحد، أنت مو موجودة وأنا مو موجود وإحنا عبارة عن ذرات تطير بالهواء، وكلام أقل ما يقال عنه جنون. I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry, you're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Yeah, no, I don't believe in icon. وبهالطريقة قدرت الماسونية انها تنتقم من جيم كاري. الحين خلونا ننتقل للفنانة اللي بعدها. الفنانة هذه هي ليدي غاغا. ليدي غاغا هي مغنية أمريكية اشتهرت بأسلوبها المختلف والمثير للجدل سواء في أغانيها أو مظهرها الخارجي. وخلونا نتكلم شوي عن المظهر الخارجي. ما في أي شك بأنها من أكثر الفنانين اللي يستخدمون رموز الماسونية في كليباتها وأغانيها، مثل رمز الفراشة اللي سبق وتكلمنا عنه وفصلناه، ورمز قرون الشيطان، وحتى رمز العين، وهم بعد رمز البافوميت اللي هم بعد سبق وتكلمنا عنه بالأجزاء السابقة بالتفصيل، واللي أثار الشكوك أكثر حولها هو شهرتها الواسع في فترة قصيرة بمجرد أول ما بدت أول أعمالها سنة 2008 وانتجت ألبومها الأول وحصل على المرتبة الأولى لأكثر الأغاني نجاحا في أمريكا. مستوعبين أول ظهور لها تاخذ هالجائزة هذه؟ أكيد في إنه بالموضوع. بتقول لا والله ما في إنه ولا شيء، ضرب معها الحظ. أوكي ضرب معها الحظ. خلونا شوي نرجع لماضيها، راح نكتشف إن ليدي غاغا كان عندها صديقة. هالصديقة هذه اسمها لانا مورغانا. لانا كانت مغنية مبتدئة كان عمرها 19 سنة، نفس عمر ليدي غاغا بوقتها. وكانت ليدي غاغا ولانا يشتغلون مع بعض مع نفس مدير الأعمال، يعني اثنينهم عندهم مدير أعمال واحد. هالمدير الأعمال هذا الواحد هو اللي يديرهم. وتميزت لانا بأزياءها الغريبة وشخصية المختلفة، نفس اللي تميزت فيه ليدي غاغا الحين، او بالاصح بعد اللي صار مع لانا. في حادثة غريبة صارت، طاحت لانا من الطابق العاشر بالفندق اللي كانت ساكنته وماتت، وعلى طول الشرطة اغلقت ملف القضية على انه انتحار، على الرغم من رفض اهلها لهذا المبرر لانهم يعرفون بنتهم اكثر من الشرطة، واهل لانا كانوا يشوفون ان بنتهم انقتلت وان ليدي غاغا في لها ايد بالموضوع، واصحاب نظرية المؤامرة يشوفون ان ليدي غاغا فعلا لها ايد بالموضوع وانها تعاونت مع المنظمة لقتل لانا، بالذات لان بعد وفاة لانا بفترة قصيرة بدا نجم ليدي غاغا بالسطوع، بدت بدأت تنعرف وصارت تتقمص شخصية لانا ونفس أسلوبها بالغناء، وهالشيء بشهادة أهل لانا. وكان هذا أفضل قربان للماسونية. راحت ليدي غاغا قدمت صديقة عمرها للماسونية كقربان عشان هي تنشهر ومنها تبيع روحها للشيطان، وفعلا ليدي غاغا صارت جزء من الماسونية وجزء مهم جدا. واللي أكد إنها نجحت بهذا الشيء هو أغنيتها Do What You Want. تحت شعار احد اكبر مؤسسين الماسونية اللي هو الساحر أليستر كراولي. وهم بعد طلعت ليدي غاغا باحد المقابلات وهي تقسم بلوسفير، يعني مثلا احنا نقول والله، هي تخيل تقول ولوسفير او القسم مالها تقسم بلوسفير. واللي ما يعرف شنو لوسفير، لوسفير اللي هو الشيطان او ابليس اللي هي اساسا الماسونية تمجده. بيطلعون ناس واجد بيدافعون عن ليدي غاغا لانهم معجبين فيها، بس هذه مقابلة موجودة تقدرون تشوفونها بنفسكم. Sounding a little bit strange and I'm like if you don't get this right now I swear to Lucifer.
وطبعا كان هذا الشيء بمثابة تصريح واضح منها بأنها تمجد الشيطان وتعبده. خلونا مع بعض ننتقل للفنان اللي بعدها. الفنان هذا هو أوبري دريك المشهور باسم دريك. اللي ما يسمع أغاني أجنبية أكيد سمع تغنية كيكي. دريك هو مغني راب وممثل كندي، بدأ مسيرته في سنة 2006 ومستمر إلى الآن. احتلت أحد ألبوماته المركز الأول في أمريكا، ونعرف دريك بسبب قوة صوته وحاز على الكثير من الجوائز. بس للأسف كان وراء هذا النجاح الكبير هو العقد المشؤوم، عقد الماسونية. ما حد يعرف بالضبط متى انضم دريك للماسونية، لكن على الأرجح يقولون أنه بدأ مسيرته أصلا معاهم. تضمنت ألبوماته وصوره الكثير من الرموز الماسونية مثل رمز العين الوحدة وقرون الشيطان وغيرها من رموز واجد. هذا غير المعتقدات الفاسدة اللي كان يروج لها بشكل غير مباشر عن طريق كليباته. وفي عام 2011 أصدر دريك كليب بعنوان Take Care بالتعاون مع ريانا، وسبق وتكلمنا عن ريانا وعلاقتها مع الماسونية. وهذا الكليب بالتحديد كان من أكثر الكليبات اللي تحتوي على الرموز الماسونية، مثل رمز قرون شيطان اللي طلعت أكثر من مرة بالكليب. مثل ما تعرفون هدف الماسونية هو تضليل الناس عن ديانتهم وبالأخص الإسلام، وهذا اللي حاول دريك إنه يسويه بإحدى حفلاته يوم شاف أربع نساء مسلمات واستهزأ فيهم وأمرهم بأنهم يخلعون الحجاب اللي أساساً يعتبر جزء كبير من دينهم اللي هو تضليل الديانات ومسح الديانات. فعشان كذي طلب منهم إنهم يخلعون الحجاب. I see you four girls right there. I hope you're having a good time. You got on that hot ass scarf right there. You gonna have to take this off. You gotta turn it up. That shit, you gonna have to come out that shit. طبعا كثير من الناس هاجموه وقتها، لكن في فئة أسميها ضعاف النفوس، الفئة اللي تمجد المشاهير، للأسف تأثر بكلامه واهتزت معتقداتهم، وهذا بالضبط اللي تهدف له الماسونية. كل من يستهزئ بدينك يجي يتأسف لك وتصدقه مو طبيعي نهائيا. في أمور نقبل الأسف منها وفي أمور مستحيل أقبل الأسف منها، اللي هو لما أحد يستهزئ فيك أو بديانتك أو بوطنك. بس نقول ضعف نفوس صدقوه. المهم خلونا ننتقل للفنانة اللي بعدها. الفنانة هذه هي كاردي بي المعروفة بالرابر الأمريكية. نقدر نقول أن كاردي هي كانت من أسرع الفنانين شهرة من سنة 2015 لسنة 2017، يعني سنتين. بمجرد سنتين صارت مشهورة عالمية. بمجرد ظهور كاردي بي بالساحة الغنائية صارت تتصدر صورها العديد من المجلات والأخبار التلفزيونية بشكل جدا ملحوظ. طبعا عرفت شنو السبب وراء شهرتها؟ في يوم من الأيام شارت كاردي بي بصفحتها بالإنستغرام وهي تغني باللغة الإسبانية، وقالت بنهاية المقطع كلمة إيلوميناتي بشكل مفاجئ ومخيف. Pero no voy a caer, muchos me quieren bajar, pero no voy a caer, no entiendo, no entiendo, bajé con el flow luminar. تتوقعون الصدفة؟ من بعد هذا المقطع وبكم يوم انشرت كاردي بي صورة لإيده وهي مسوي قرون شيطان، وبعدها انتشرت لها صور واجد بكليباتها وهي تكرر نفس الرمز. وهم بعد ما ننسى رمز العين الوحدة اللي هم بعد تتكرر أكثر من مرة. وطبعا بما أنها اختارت هالطريق معناتها سلمت عقلها لهم وصارت ضحية برنامج MK Ultra اللي سبق وتكلمنا عنه بمقاطع سابقة. وفي أحد المقابلات الشخصية اللي سووها معاها صار تشويش بعقلها وهي تتكلم، وهالشيء ناتج من خلل بالبرنامج. لازم تشوفون المقاطع السابقة علشان تعرفون شنو هو MK Ultra. ركزوا بعيونها، لو كانت مزح او شيء كذي كانت وضحت، او على الاقل ضحكت وتداركت الموقف. بس تلاحظون شلون كملت كلامها وكانه طبيعي ما صار شيء، بس هو بالحقيقه اللي احنا قاعدين نشوفه كانها انفصلت عن العالم ورجعت طبيعيه. وبهالانفصال هذا هي ما تدري شو اللي صار، فعلشان كذي ما تقدر ترجع الموضوع. وما نبي نتكلم عن كمية الرسائل السيئة اللي توصلها كاردي بي بكليباتها وأغانيها اللي هي أساساً كلها في سبيل دعم المنظمة الماسونية واستمرار شهرتها. المهم كل المشاهير اللي تكلمنا عنهم اليوم أو بالحلقات السابقة يجمعهم شيء واحد ويتحكم بعقلهم شيء واحد. كل هالمشاهير هذول عليهم حراسة شديدة ومساعدين وحماية حولهم طول الوقت، مو عشان هم مشهورين، لأنهم مهمين جدا بالنسبة للمنظمة الماسونية. وهم بعد كل هذا عشان يتمون تحت سيطرتهم وتحت عيونهم يقدرون يشوفون كل شيء يسوونه. ولازم نسأل نفسنا سؤال واحد، من اللي سيطر عليهم وشنو الهدف اللي يصلون له؟ كل اللي ودي اوصل لكم انه شوي نكون واعين بالذات بهالموضوع ونفهم خطتهم لغسيل العقول، الخطه اللي بدأوها من سنين طويله مو من الحين، واللي يستخدمون فيها هالمشاهير هذول عشان ينقلون افكارهم ومعتقداتهم للناس للعالم كله. فوبس ولهني خلصت المقطع اليوم. ابي اذكركم لا تنسون تضغطون على الرابط اللي موجود بالديسكربشن مال موقع كويت تريد وتفتحوا لكم حساب وتجربون تداول الاموال. فوبس اذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان اذا حبيتوا او حابين تدعموني، ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.